41.2 تريليون عفوا مليار دولار. التريليونات جايه ولا هقولها بالارقام دي. ماشي؟ بقى فيه استقرار في سعر الصرف. بقى عندي سعر صرف واحد. ما بقاش فيه سوق سودا. بقى فيه نظره مستقبليه للمؤسسات الدوليه ايجابيه للنمو الاقتصادي المصري. بقى فيه توقعات ان الاقتصاد المصري هينمو السنه دي ب5.3 او 5.6 عفوا، والسنه اللي فاتت نما ب3.6، وكان اول دوله على مستوى العالم وخاصه في الاسواق الناشئه تحقق نمو ايجابي في وقت اقتصاديات وقعت وانهارت واصبحت على شفا الافلاس. ده كله مرصود يا جماعه، ده كله معروف. بصراحه النهارده كان كلام الرئيس هو باصص قدام، بس الرسالة اللي فاتت في الفترة اللي فاتت يا ريت الحكومة وهي الجهاز التنفيذي اللي بيشتغل تحت الرئيس تكون استوعبت الدرس كويس وما تصدرش للرئيس أزمات، ويخلي عينهم شوية على الناس الغلابة ومحدود الدخل والناس اللي لسه تعبانة من آثار الإصلاح. في ناس ظروفها الاقتصادية صعبة جدا، وإن الناس دلوقتي الدخول هي المشكلة الآنية الموجودة. إيه دلوقتي؟ المشكلة الآنية الموجودة إيه؟ أن معدلات الدخول لا تكفي لسد احتياجات الناس الأساسية. دي المشكلة، دي المشكلة الاقتصادية القائمة الآن. مستويات الدخول، معدلات الدخول خاصة في العامة بعد أن تأكلت الطبقة المتوسطة لا تكفي الاحتياجات لسد احتياجات الأساسية للناس. طب الدولة مقصرة؟ لا الدولة مش مقصرة. عندي خبر بيقول لك ان المخزون من السلع التموينية والسلع الأساسية يكفي احتياطي مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية يكفينا من 4 ل6 شهور.